السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج من عمق البلديات في موسم جديد لهذه السنة، والذي يتناول واقع التنمية عبر مختلف بلديات الولاية. من عمق البلديات إطلالة أسبوعية مباشرة مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، يتم من خلالها طرح انشغالاتكم على المسؤولين مباشرة والتعرف على أهم العمليات التنموية التي استفادت منها كل بلدية، سواء كانت مشاريع قطاعية أو مشاريع تخص البرنامج البلدية. عدد اليوم سنخصصه لتيمشنت. أسعد باستضافة رئيسة المجلس الشعبي البلدي بالنيابة السيدة خير شريط، أهلا وسهلا بك، صباح الخير. إذن كالمعتاد هذه الحصة تتناول مختلف المشاريع التنموية، وأيضا سيتم طرح الأسئلة مباشرة من قبل المواطنين عبر أرقامنا الهاتفية المعروفة 46 79 40 40 أو 50 50. أعيد 46 79 40 40 أو 50 50. إذن نبدأ بالحدث السيدة خير شريط. إذن في هذه الأيام تجرى امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر مختلف المؤسسات التربوية. بداية، كيف تجرى الامتحانات على مستوى بلدية عين تيموشنت، وما هي ماذا عن مساهمة بلدية عين تيموشنت في عمليات الوقائية، خاصة علما أنه في انتشار لوباء كورونا وفي إجراءات وتدابير صحية وبروتوكول صحي لتفادي انتشار هذا الوباء؟ كما هو معروف أنه امتحانات شهادة التعليم المتوسط هذه السنة كانت في ظرف استثنائي. نعم. البلديات احنا برنامجنا أولا رزنامة لتعقيم المؤسسات ومراكز الامتحان التي هي مجموعها سبعة. نعم. مستوى بلدية عين تيموشنت عقمناها، كانت جاهزة للامتحان، وكانت عملية تعقيم دورية مع انتهاء كل يوم امتحان. هذا فيما يخص عملية تعقيم المؤسسات اللي كانت مخصصة لمراكز الامتحان. الشيء الثاني اللي رافقنا فيه مدير التربية هي توفير النقل للتلاميذ اللي يسكنوا في خارج النسيج العمراني، خاصة بها المزارع التابعة لبلدية عين تيموشنت. خصصنا ثلاث حافلات نتاع البلدية اللي هي اللي نقلت تلاميذ باش يجروا العملية، لكن الملاحظ انه كان عدد قليل تاع التلاميذ اللي جراوا هذا الامتحان، بالتالي عملية التكفل كانت سهلة ومتحكم فيها، لأن الانشغال راح يكون الامتحان شهادة البكالوريا، شهادة البكالوريا راح يكون فيه عدد كبير وتكون إجراءات صارمة، وإن شاء الله نسعوا باش نجحوا العملية. نعم، فيما يخص النقل المدرسي مثلا، هل في توفر للنقل لنقل التلاميذ الخاصة بشهادة البكالوريا؟ كما كانت العملية في شهادة التعليم المتوسط، نعم، راح نحافظ على هذاك النسق، وراح تكون توفير النقل للدار البلدية للمتحنين شهادة البكالوريا. نعم، نتمنى كل التوفيق للتلاميذ في هذا الامتحان. إذا نمر للجانب التنموي الخاص ببلدية عين تيموشنت.